سلام يا بونا، أنا عييت وزعلان من ربنا قوي. إحنا أسرة ملتزمة بكل حاجة عشان ما يجيلناش كورونا، الكمامة وأخدنا التطعيم، وفي ناس في الكنيسة ما بيلبسوش الكمامة ولا مقتنعين بموضوع التطعيم، وفي المقابل إحنا بيتنا كله جاله كورونا وقعدنا أسبوع في البيت من غير ما نروح الكنيسة أو أسبوعين في البيت من غير ما نروح الكنيسة. ممكن قدسك تقول لي إحنا مناعتنا ضعيفة وهم اللي مناعتهم قوية؟ طيب وإحنا ذنبنا إيه؟ طب ما إحنا خدنا التطعيم وبناخد احتياطاتنا، يبقى إيه الفرق بقى؟ ده الناس دولة ممكن يكونوا حاملين للعدوى ويدوها لنا وهم ما يصيبهمش المرض بس مناعتهم قوية، هو ده يرضي ربنا؟ وفين الأمانة عند الناس دي؟ على فكرة اللي بيلبس الكمامة بيحمي غيره قبل ما بيحمي نفسه، ليه الأنانية دي؟ وليه الناس مش عاوزة تلبس كمامة؟ وربنا ليه يسمح بكده؟ أنا زعلان منه قوي 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 إن إحنا عنينا يا أبونا. أولاً الحمد لله على سلامتك، يعني أنا حاسس إنك مدام عرفت تكتب الميل ده يعني أنت تركيزك كان كويس وبتتعافى، وأتمنى إنك تكون موجود معانا النهاردة في الاجتماع. عايز بس أقول لك حاجتين. أول حاجة إحنا نشكر ربنا إن جات لك الكورونا بعد إيه؟ الموجات الشديدة قوي بتاعتها. أنتوا عارفين الفيروس فضل يطور نفسه وبيضعف، فضل يطور نفسه وبيضعف. واشكر ربنا إنك أنت كنت واخد التطعيم، لأن ممكن ممكن تتعب أكتر لو ما كنتش واخد التطعيم، فالتطعيم ما بيمنعش دخول الفيروس لكن بيقلل السايد إفكت أو بيقلل قسوته عليك، فأشكر ربنا. نمرة ثلاثة، على مستوى العالم ابتدوا يتعاملوا دلوقتي مع الكورونا، بيقولوا لسه موجودة بس عاملة زي الإنفلونزا العادية، لأن الوفيات في الكورونا كانت 5.6% وانتشارها سريع قوي. الإنفلونزا العادية معدل الوفيات فيها على مستوى العالم، الإنفلونزا اللي هو دور البرد على مستوى العالم كله، وفياته 2.5%. خليك معي، الكورونا دلوقتي وصلت لزي الإنفلونزا 2.5%، وبالتالي التخوف منها ما بقاش زي ما كان زمان، بدليل حتى ان الدولة كانت منع الاحتفالات وموائد رمضان. انتوا شفتوا الرئيس قاعد مع صالة فيها الاف، كان في حاجة في حدث كده اسمه الأسرة المصرية، وكانت الناس قاعدة كلها بتاكل وشاف وش بعض من غير كمامات، وكان الرئيس ومجلس الوزراء بيطلعوا بالكمامات، ابتدت الكمامات تقل، وهيبقى في قرارات على مستوى حتى كنيستنا برضو ان احنا هنقلل لبس الكمامات، بس مش من النهارده، النهارده تلبسوا الكمامات لو سمحتوا. ايوه حضرتك انت هقول معهوش كمامه مش عارف هعمل معاه ايه، فيتصرف وان شاء الله يشتري كمامه من اي اجزخان. وان شاء الله برضو هنبتدي الكنب تاني نقعد فيه ثلاثات وحاجه زي كده، يعني في اجراءات الكنيسه بتاخدها، لان ابتدينا حتى نزود الاعداد، بدل ما كنا بنسق واحد في البنج بقى اثنين في البنج، في القداسات في بعض القداسات بقى فيه ثلاثة في البنج، فالدنيا ماشية انها بتفك في العالم كله، الدنيا كلها بتفك. فدي حاجة. الحاجة التانية هو يعني قد كده الموضوع ده يزعلك من ربنا الزعل ده كله؟ حبيبي ما تقس علاقتك بربنا بالحاجات دي، التجارب جاية جاية، والمشاكل اللي في الحياة إذا ما كانش عندنا إيمان ورجاء وواقعية الشيطان هيشككنا في محبة ربنا في كل حاجة بتحصل. فشوية برد أو شوية كورونا بعد ما بقولك الموجة الأولانية والتانية والتالتة خلصت يزعلوك من ربنا الزعل ده، أنا قلقان عليك، مش من الكورونا خالص، أنا قلق عليك إنك بتقيم علاقتك بربنا إنك زعلان منه جدا جدا وصعبان عليك جدا إزاي يجيلنا كورونا. لا يا حبيبي، أمال لو حاجة أصعب من كورونا هتعمل إيه في ربنا؟ لا، احنا لازم نكون ماسكين في ربنا، مش شويه عايه هو اللي خلينا نقلب على ربنا ونقول انت فين ومحبتك فين. امال اللي عندهم حاجات اكبر يعملوا ايه؟ او لو التجارب كانت اكبر شويه انت هتعمل ايه؟ فاللي قلقني عليك انك في نقطه ضعف، ان بمنتهى البساطه الشيطان بيقومك على ربنا، فعاوزك ترجع تاني الاب اعترافك كده وتقول له او صلي الصلاه اللي قالها الرجل المسيح، اؤمن يا رب فاعن عدم ايماني، أو قولها حتى أعن ضعف إيماني. نمسك في ربنا شوية، وكل اللي بيجي ده للخير. في ناس جات لهم كورونا
واعتبروها فرصة للتوبة وراحوا السماء تايبين. وفي ناس جات لهم كورونا وراجعوا نفسهم وخدوا تعهدات مع ربنا أيام ما كانت الكورونا جديدة. وفي ناس الكورونا أخدت معهم 20 يوم ودرجات الحرارة كانت بتبقى 39، وكانوا بيشكروا ربنا في اللحظات اللي بيفوقوا فيها من كتر السخونة. طب إحنا هنروح فين في وسط الناس دولة؟ شد حيلك شوية وخليك جدع كده، وما يصحش تزعل من ربنا على حاجة بسيطة بالشكل ده. في ناس بيبقى معاك مش واخدين الدنيا جد، في ناس كده. إحنا مش نغيرش تكوين مجتمع. طب الناس اللي بتدخن وبتبقى أنت مالكش دعوة وبتصاب بالدخان بتاعهم بتعمل إيه؟ مش هتقدر تغير المجتمع.